في مكان قد المقام النهارده، لو دخلتوا على الفان بيج راديو 99 هتلاقوا منزل السيده امينه رزق اللي قررت انها تهب حياتها للفن. امينه رزق كانت ساكنه 19 شارع ابو الفداء الزمالك، وكان لأمينة رزق حلم سعت لتحقيقه من أول حياتها الفنية يا جماعة، وهي أنها تمتلك منزل خاص يعني، وتتخلص بقى من متاعب السكن والإيجار. وعشان كده كانت بتحوش طول الوقت فلوسها علشان تشتري هذا البيت اللي موجود صوره على الفان بيج الراديو 99. أمينة رزق قررت أنها ما تتجوز، قالت أنا يعني مش كل الناس بيبقوا صالحين للجواز، وأنا عندي رسالة فنية عايزة أقدمها. ويعني الرجل الشرقي على طول أول ما بيتجوز حتى فنانة يقول لا خلاص البيت والولاد ومش عارفة ايه، فقالت انا ما راهنش على فني، انا حاسة انا عندي رسالة، ومش كل الناس يعني تصلح للزواج. انك تختار ان تكون قوي او ضعيف في الحياة، انت صاحب القرار. الوسيلة الوحيدة لاتخاذ القرار الصحيح يا جماعة هو الاعتراف بالقرار الخاطئ. اول ما تعرف ان انت اخطأت في القرار ده، يبقى على طول هتعرف الصواب، هتعرف الصح. وفي كل طريق مفترقات طرق واضحة، وعلينا ان احنا نتخذ القرار في كل مفترق، وان احنا نتحمل نتائج القرار. وفي الاخر بنفهم ان احنا يعني ما احناش ماشيين يعني مش نتاج ظروف الحياة، احنا نتاج قراراتنا. الصبر قرار، الحب قرار، المعافرة قرار، النجاح قرار، والاستسلام قرار، والضعف قرار، والقوة قرار. وبين وسط كل الاختيارات دي انت اللي هتقرر عايز تبقى مين في كل اللي فات ده.